أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: في حادثين منفصلين مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم أستاذ جامعي شرقي بغداد. وفي المدى نقرأ: 7 مرشحين لرئاسة الجمهورية في ظل علاقة متوترة بين الاتحاد والديمقراطية. وجاء في كتابات: برغم الدمار ونقص المعلمين، مدارس الموصل تكتظ بالتلاميذ بعد الحرب. نطالع في الجزيرة أن الإقامة الدائمة بأمريكا قيود جديدة وحرمان من المعونات. والتصفح في العربي الجديد: أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقية الفرات. جاء في القدس العربي: توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالاني مجددا فور خروجه من السجن. وأخيرا وليس آخرا في الحياة: إسرائيل تطلب من سكان الخان الأحمر هدم بيوتهم بأيديهم قبل مطلع الشهر المقبل. أهلا بكم. خلصت دراسة نشرت في موسكو إلى أن الحياة السياسية العراقية شهدت في الأسبوع الماضي حدثين شهدا على تعزيز المواقع الإيرانية في البلاد، في إشارة إلى انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وتسرب أنباء عن التوافق على أن يكون عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة المقبلة، وإدراك إيران ضرورة أن تكون لها قوة تأثير من وسط المكون السني، وعدم حصر رهاناتها على الأحزاب الشيعية بحسب الكاتب فالح الحمراني في مقال بصحيفة المدى. وخلص إلى القول إن إيران بهذه الصورة نجحت في تعزيز نفوذها في العراق، وإنها نجحت مرة أخرى بالتغلب على أمريكا، وعلى وفق رأيه في هذه المرة بفضل العمل الذي قامت به طهران ليس فقط من الشيعة وإنما مع المكون السني للمجتمع العراقي، وإن انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان مؤشر على ظهور جيل جديد من الساسة العراقيين على خشبة المسرح السياسي. وقال إن هذه القيادات السياسية لم تمضي 20 إلى 30 سنة في دول المهجر والمنافي، وعملياً لا تتذكر النظام الدكتاتوري البائد، والأمل معقود على أن يتميزوا بالبروكراماتية وانجذاب أقل من سلفهم إلى ممارسة الفساد الحكومي. وأعاد التقرير الذي كتبه الباحث السياسي المهتم بشؤون المنطقة وإيران ألكسندر كوزينتسوف إلى الأذهان أن الصراع بعد إلحاق الهزيمة بداعش بين الولايات المتحدة وإيران في سبيل بسط النفوذ على العراق قد احتد بشدة. إن البلاد تعيش أياماً صعبة وتحديات مرهونة بحسم المناصب بين الفرقاء السياسيين، لأن أي تعثر في هذا الموضوع يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا ما تعمل عليه أجندات الدول الإقليمية والغربية لبقاء الوضع أكثر سخونة ومتدهوراً، وكذلك محاولة لتصعيد الموقف وإشعال فتيل أزمة غير متوقعة، لأن العراق ساحة لتصفية الحسابات تقودها مخابرات دولية لخوض حرب بالنيام ضحيتها الشعب ومقدراته، بحسب الكاتب قصي منذر في مقال بصحيفة الزمان العراقية. إن الصفقات تلعب دوراً أكبر في حسم الأسماء المطروحة لتلك المناصب بعد عجز الجميع عن تشكيل بما تسمى فتوى الكتلة الأكبر، والتي أحدثت جدلاً واسعاً وشرخاً كبيراً عندما فاز علاوي في انتخابات 2010، والتي شهدت انقلاباً غير مسبوق على الكتلة الفائزة وسحب البساط من تحت قدميها لإقناعهم بمنصب مجلس السياسات الاستراتيجية التي تقوم السياسة الداخلية والخارجية للعراق. وسرعان ما حصلت تلك الكتلة على المنصب أصبح مجلس السياسات
نسيا منسيا، حتى دخول داعش هي لعبة خارجية بين دولة إقليمية وغربية لإعادة ترتيب الأوراق وفرض السيطرة على مقدرات البلد حصتك وحصتي على حساب المواطن البسيط الذي لم يرى النور طوال السنوات العجاف الماضية. لقد أنهكت المحاصصة جسد الدولة ومفاصلها، وأصبح الفساد سيد الموقف في كل كبيرة وصغيرة. الكاتب يضيف أن التدخلات الخارجية كبيرة في العراق، ويبدو أن سياسة لي الأذرع بدأت تتضح شيئا فشيئا بين الخصمان الأمريكي والإيراني، أي اللعب على المكشوف، إذ كل منهما يسعى للهيمنة على صانع القرار والتحكم به. إيران اعتقدت في السنوات الماضية، وخصوصا منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي، أنها بدعمها للإرهاب في المنطقة العربية سوف تحيط نفسها بسياج آمن، وأن الحل للتخلص من الإرهاب هو التعاقد مع الإرهابيين، بحسب الكاتب إدريس الكنبوري في مقال بصحيفة العرب اللندنية. وبالرغم من الضربة الموجعة التي وجهت رسائل متعددة إلى النظام الإيراني، إلا أن الأسلوب التقليدي للمسؤولين الإيرانيين لم يتغير، ما يكشف أن طهران تنظر إلى نفسها بوصفها استثناء في منطقة تهتز تحت معاول الإرهاب، لا بوصفها طرفا معنيا بالأمن الإقليمي العام الذي يمس سائر الأطراف. فقد أصر الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة في عقاب الهجوم على توجيه الاتهام إلى جهات خارجية، في إشارة إلى أطراف عربية على أنها وراء العملية، في محاولة واضحة لتهريب الأسباب الداخلية إلى الخارج والتلاعب بالرأي العام الإيراني. ولسان حاله يكرر مقالة المثل الفرنسي الشهير الذي يقول إن هذا لا يحدث إلا للآخرين، وأنه بالتالي إذا حصل لدينا فلن يكون ذلك إلا بفعل الآخرين. الكاتب يضيف: وعلى الرغم من أن العلاقة بين التنظيم الإرهابي وبين النظام الإيراني أو وكلائه في العراق كما هو الأمر مع القاعدة ووكلاء النظام في اليمن لم تعد سرا في ظل تقارير دولية معتبرة، فإن ما حصل في إيران يؤكد بأن الهدنة بين إيران والجماعات الإرهابية ليست هدنة دائمة، وبأن الإرهاب لديه مزاجه الخاص. يمكن فهم التبدل في الموقف الروسي بالاستناد إلى عدة عناصر. أولها إدراك روسيا أن كسب معركة إدلب سيكون مكلفاً للغاية، وربما غير ممكن إطلاقاً من دون التعاون التركي. استنتج الروس هذا الدرس من معركة حلب الشرقية في نهاية عام 2016 التي كان التخلي التركي عنصراً حاسماً في كسبها، بحسب الكاتب راتب شعبه في العرب الجديد. رحبت جميع الأطراف المنخرطة في الصراع السوري داخلية وخارجية باتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن إدلب، ومنها نظام الأسد الذي لا يمتلك أي عارض للاتفاق، ولذلك وجد نفسه مرغما على الترحيب به، ذلك أن معركة إدلب بدون الشريك الروسي غير ممكنة، كما أن إيران انحنت أمام ما لا تستطيع رده، وتحولت لغتها العسكرية الحاسمة في قمة طهران إلى لغة إنسانية حريصة على المدنيين بعد اتفاق سوتشي. من طبيعة الأمور أن قبول هذين الطرفين بالاتفاق مسكون بعدم الرضا، ويحمل بذور تخريبه والانقلاب عليه حين تصبح الظروف مناسبة. طبعا لا ينبع اتفاق سوتشي هذا مما يقال إن تركيا أثمن من إدلب في الحسابات الروسية. طبعا في الواقع ليست المعادلة اليوم بالنسبة للروس هكذا، يعني إدلب مقابل تركيا، وليس ما دفع الروس إلى إبرام الاتفاق هو الحرص على عدم خسارة تركيا إذا تم الدخول إلى إدلب. جاء في القدس العربي: نعم، يمكننا القول إن معركة إدلب تم إيقافها أو تأجيلها،
وليس إلغاؤها بشكل كامل بحسب الكاتب ميسر بكور في مقال بصحيفة القدس العربية. مما لا شك فيه ولا ريب أن قمة سوتشي التي عقدت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجحت في ترحيل المشكلة الناتجة عن رغبة تنظيم الأسد مدفوعاً بتحريض حليفه الإيراني بهدف السيطرة على محافظة إدلب آخر معاقل الثورة السورية والفصائل المسلحة على اختلاف راياتها وتنوع أيديولوجيتها. وبعبارة أكثر وضوحاً استطاعت قمة سوتشي تأجيل الاصطدام المباشر بين جميع الأطراف إلى وقت معلوم، ولم تنجح في إنهاء وقوع الاصطدام نتيجة عدم معالجة أصل المشكلة في إدلب سوريا المصغرة نتيجة اختلاف طرفي سوتشي ورؤية كل منهما للحل النهائي، حيث لم تتوقف المحاولات الروسية الراغبة بالقضاء على كل أشكال المعارضة لحكم تنظيم الأسد. والرؤية التركية التي تعتبر أصل المشكلة أن هناك ثورة شعبية أو انتفاضة ترفض استمرار الحكم القائم في دمشق منذ عقود أربعة ورغبت بالتغيير السلمي، فجوبهت بالعنف الفوق المتوحش من قبل تنظيم دمشق وحلفائه المحليين والإقليميين. الكاتب يضيف: هل سيكون نزع سلاح هيئة تحرير الشام الإسفين الذي وضعه بوتين في اتفاق سوتشي في حال فشلت تركيا في هذا الإطار ستقدم الذريعة التي تنتظرها موسكو وحليفها الأول والأخير الأسد وإيران للانقضاض على إدلب، وستحشر تركيا في الزاوية، بل أنها ستتوجه إلى المجتمع الدولي وربما مجلس الأمن بهذه الورقة؟ نقرأ في الشرق الأوسط: السلطات الإيرانية عبر السنين عالجت الأزمة في الأحواز العربية المحتلة من الباب الأمني البوليسي، هكذا جاء، فأشعلت الإعدامات اليومية وتعليق الأحوازيين على أعواد المشانق، واستخدمت الروافع الميكانيكية أيضا لزيادة الرعب والقمع هناك دون أدنى درجات التقاضي والمحاكمة العادلة، مستخدمة شماعة المندسين والخونة إلى آخره من قاموس الفسيج كما تعلمون، لتبرير القمع والقتل بدم بارد في ظل صمت دولي عن إحداث أي فعل حقيقي لإنقاذ شعب محتل لا ذنب له سوى أنه عربي ومسلم، هكذا جاء في مقال للكاتب جبريل العبيدي في الشرق الأوسط. الأزمات الإيرانية الناتجة عن شيخوخة النظام الإيراني ونخر السوس في كراسي حكمه كانت جراء المعالجات الخاطئة لأزماته الداخلية من جانب وتصديرها للخارج من جانب آخر، ولعل الهجوم المسلح على أفراد الحرس الثوري في الأحواز هو الآخر أظهر للسطح أزمة ومأساة ومعاناة شعب عربي حاولت إيران الفارسية طمسه على مدى 90 عاماً. النظام الإيراني يواجه غلياناً شعبياً محلياً ليس فقط في الأحواز العربية بل حتى في طهران نفسها لأسباب معيشية بالدرجة الأولى طالت لقمة العيش وسبله المختلفة بسبب غلاء الأسعار والتضخم المالي وسياسات اقتصادية فاشلة والصرف على التسليح العسكري وتطوير الصواريخ العابرة للحدود لزعزعة أمن الجيران وتزويد ميليشياتها بهذه الأسلحة كالتي زودت بها ميليشيات الحوثي لضرب جارتها السعودية. الكاتب يقول: لابد من تحرك عربي جماعي عبر جامعة الدول العربية على الأقل لإعطاء أهل الأحواز حقوقهم وعودة إيران الفارسية إلى حدودها الطبيعية عند جبال زاكروس. فمقومات استعادة الدولة الأحوازية قائمة وموجودة بدءا من الشعب، من شعب وأقليم وتراث وتاريخ، من شعب وأقليم كما يصف وتراث وتاريخ طويل حاولت طمسه العنجهية الفارسية في طهران.
وبعيدا كل البعد عن السياسة، ليست لدي أدنى رغبة في التوقف عن العمل. لست مرهقة ولا أحس بالحاجة للراحة. هكذا ترد هاريت أردوين على من يسألها إن كانت تفكر في التقاعد من عملها في الاستوديو الذي بدأت العمل فيه منذ عام 1948. فقد احتلت، أو بالأحرى احتفلت أردوين بعيد ميلادها 100 في 6 من سبتمبر أيلول الحالي، كما منحتها بلدية لوشون جائزتها الخاصة الأربعاء الماضي بعد أن أصبحت رمزاً لهذه المدينة. وتقول صحيفة لوبار زيزيان الفرنسية التي أوردت الخبر أن هذه المعمرة لا تزال تزاول بكل اقتدار مهنتها في محل التصوير الذي بدأت العمل فيه قبل 70 عاماً. تقول أردوين: لم يكن من السهل العثور على وظيفة في عالم التصوير، بالتحديد التصوير الفوتوغرافي، عام 1948. وعندما وصلت إلى لوشون كنت أعمل في الصيف فقط، وكانت الصور بالأسود والأبيض، لكنني ولحسن الحظ أعرف كيف أواكب التطورات، ولذلك فجل عملي اليوم يعتمد على الرقمنة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.